بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أبنائي طلاب الصف السادس من مدارس العبير الآلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى درسنا الأشكال الرباعية، هو الدرس الرابع في الفصل التاسع. فكرة الدرس أصنف الأشكال الرباعية وأجد قياسات زوايا مجهولة فيها، ده اللي أريد أن أتعلمه اليوم إن شاء الله تعالى. المفردات اللي نتعرف عليها اليوم: الشكل الرباعي، متوازي الأضلاع، المستطيل، المربع، المعين، شبه، المنحدر. تعال بداية نتعرف على الشكل الرباعي. الشكل الرباعي هو عبارة عن اتحاد 4 قطع مستقيمة بهذا الشكل، كونوا للشكل الرباعي وله 4 زوايا. المثلث له 3 أضلاع وله 3 زوايا. قلنا مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. تعال نتعرف على مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي. عايزك ترسم شكل رباعي وتستعمل المنقار لقياس ال4 زوايا، ثم تجمع ال4 زوايا وشوف يطلعوا كام. طيب، هنا لو قلنا هنا، تعال نجيبها بطريقة تانية. لو انا وصلت خط بين الرأس هذا والرأس هذا بسميه قطر، قطر الشكل الرباعي. الشكل الرباعي له قطرين، ده واحد وده الايه الثاني. تعال نوصل كده. لما وصلت قطر الشكل الرباعي اقسمه الى مثلثين، هنا مثلث وهنا مثلث. طيب، مجموع ال3 زوايا المثلث كام؟ 180، والمثلث الثاني 180. طب ما مجموع زوايا المثلث الاول زائد مجموع زوايا المثلث الثاني هيعطيني مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي. يعني لو وخرنا كده يبقى اضع هنا زائد، يبقى بيساوي كام؟ 360 درجة. يبقى انا حصلت على ان مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي 360 درجة. المفروض لما تجي تقيسهم بالمنقلة وتجمعهم يطلعوا 360 درجة. يعني اقول س زائد ص زائد ك زائد ع يساوي 360 درجة. تعالوا بقى نستخدم المفهوم هذا في حل المسائل. بيقول لي اوجد قيمة السين في الشكل الرباعي المجاور. طيب، دي فكرك بيه بالمثلث، كنا بنجمع زاويتين ونطرحهم من 180 عشان مجموع زوايا المثلث 180. نفس الطريقة بس بدل زاويتين وكم زاوية نجمعهم؟ 3 زوايا، ونطرحهم من كام؟ من 360 درجة. يبقى أول حاجة 65 زائد 85 دي كام؟ المربع هذا معناه زاوية قائمة، يعني 90 درجة. هنجمعهم ونطلع الإيه؟ الناتج. بعد كده أقول س تساوي 180 ولا 360 شكل رباعي، و360 ناقص الناتج اللي طلع هذا. أقول يساوي وأطرح وأطلع الإيه؟ الناتج. بسيطة. هذا هي فكرة الحل. يبقى أجمع ال3 زوايا ثم أطرحهم من كام؟ من 360، هيديني إيه؟ قيمة الإيه؟ السين. شوف التحكم في مك. هنجمع ال3 زوايا زي ما قلنا أهوت، وأقول س تساوي، أيوه أوعى تنسى كام؟ أيوه أحسنت، 360 ناقص الناتج اللي يطلع من هنا. أقول يساوي وأطرح الاتنين دولت وأطلع الإيه؟ الناتج. هنا ايضا هجمع ال3 زوايا، دي كام؟ 19، ودي 90، ودي كام؟ 90. عرفنا المربع يعني زاويه كام درجه؟ 90 درجه. اجمع واطلع الناتج واقول س تساوي 360 ناقص، اوعى تنسى اللي يطلع ده ضعه هنا بعد الناقص، وبعدين اطرح واطلع الايه الناتج، اطرح دي فوق دي تحت واطلع الايه الناتج. عرفنا ازاي نجيب زاويه مجهوله في الشكل الرباعي. تعال نتعرف على عائلات الشكل الايه الرباعي. تصنيف الأشكال الرباعية: أول فرد في العيلة هو المستطيل، زي ما احنا شايفين هو المستطيل له خصائص: الأضلاع المتقابلة متطابقة، هذا الضلع يطابق هذا الضلع، هذا الضلع يطابق هذا الضلع، لكن كل الأضلاع متطابقة؟ لا، المتقابلة بس. جميع زوايا قوائم، ليه 4 زوايا كل واحدة كام؟ 90 درجة. طيب، الأضلاع المتقابلة متوازية، ده يوازي ده وده يوازي، يعني إيه يوازي؟ خدناها في السنوات السابقة، يعني لا يلتقيان مهما امتد، لو مديت هذا على استقامته وهذا على استقامته لا يلتقيان، زي خطوط الدفتر كده. طيب، نشوف الفرد الثاني وهو المربع. المربع من خصائصه جميع أضلاعه متطابقة، يختلف على الإيه المستطيل في هذه الخاصية، كل الأضلاع متطابقة، لكن هنا المتقابلة بس هي المتطابقة. جميع زوايا قوائم، تمام، زي مين؟ يشبه المستطيل في هذه الخاصية. أضلاع المتقابلة متوازية، يشبه أيضا الإيه؟ المستطيل، يبقى يتفق مع المستطيل في خاصيتين اللي هما جميع زوايا قوائم وأضلاع المتقابلة إيه؟ متوازية.
ويفترقوا مع بعض في الأضلاع. هنا الأضلاع المتقابلة فقط متطابقة، وهنا جميع الأضلاع إيه؟ متطابقة. طبعا المربع ممكن يلف شوية كده عادي، مفيش مشكلة، هو نفس المربع ما اختلفش. خلاص. طيب تعال مع بعض إيه؟ طبعا هنا لو قلنا الزوايا المتقابلة متطابقة ولا نعم، لأنها قائمة وقائمة، يبقى المتقابلة إيه؟ متطابقة إيه؟ نشوف الفرد الثالث في عائلة الشكل الرباعي، وهو متوازي الأضلاع. خصائصه أضلاع متقابلة ومتطابقة، أهي يشبه مين في اللي إحنا خدناه؟ يشبه المستطيل. أضلاع المتقابلة متوازية، ده توازي دي ودي توازي دي، يشبه إيه؟ المستطيل والمربع. زواياه المتقابلة ومتطابقة، ده تطابق دي ودي، مهمة جدا في توازي الأضلاع، ودي تطابق دي، يعني لها نفس القياس، يعني دي 100 تصير دي كام؟ 100 درجة. تشبه مين؟ المستطيل والإيه؟ والمربع. يبقى هنا يشبه المربع في إيه؟ الأضلاع المتقابلة فقط إيه؟ متوازية، والزوايا المتقابلة إيه؟ متطابقة. يشبه المستطيل في إيه؟ الأضلاع المتقابلة إيه؟ في كل الخصائص دي. خلاص؟ نشوف الفرد الرابع وهو المعين. جميع أضلاعه متطابقة، هو شبه مين؟ متوازي أضلاع، لكن يختلف في الخاصية دي. جميع أضلاعه إيه؟ متطابقة، وده طبعا ليس المتقابلة بس. أضلاع المتقابلة متوازية، دي توازي دي وتوازي دي، زي مين؟ توازي أضلاع والمربع والمستطيل. زوايا المتقابلة متطابقة، نفس طريقة إيه؟ نفس الخاصية اللي موجودة في توازي أضلاع والمربع والمستطيل. يبقى هنا يشبه مين في الأضلاع جميع أضلاع المتطابقة؟ يشبه المربع. تمام؟ أضلاع المتقابلة متوازية، يشبه الايه؟ متوازي اضلاع والمستطيل والمربع. الزوايا المتقابله والمتطابقه، يشبه متوازي اضلاع والمستطيل والايه؟ والمربع. طيب تعال نشوف مع بعض الايه؟ الفرد الاخير في عائله الشكل الرباعي، شبه المنحرف. هذا هو شبه الايه؟ المنحرف، وده فيه ضلعين فقط متوازيين، يعني الضلع هذا يتوازي، لكن ده وده غير متوازي. ليه؟ لو مديتهم كده على سكنتهم يلتقوا هنا، لو مديت دي كده يلتقوا. يبقى الشكل الرباعي اللي فيه ضلعين فقط متوازيين هيسمى ايه؟ شبه منحرف، ودي عائلة الشكل الايه؟ الرباعي. طيب لو اديت لك هنا مثال امامك الآن، اشكال مختلفة رباعية، وقال لي صنف هذه الاشكال بافضل اسم لها. هنا في ضلعين فقط متوازيين، يبقى دي اسمه ايه؟ احسنت، شبه ايه؟ منحرف. هنا اضلاعه كلها متطابقة، يبقى يا ترى مربع ولا معين؟ هنا الزوايا غير قائمة، يبقى لازم يكون ايه؟ معين. هنا أضلاع كلها متطابقة، يبقى مربع أو معين، لكن الزوايا قائمة يبقى يصير إيه؟ مربع. هنا طبعا أضلاع المتقابلة متطابقة، يبقى زي متوازي الأضلاع والمستطيل، لكن الزوايا قوائم يبقى إيه؟ مستطيل. هنا الأضلاع المتقابلة متطابقة، يبقى يشبه مين؟ المستطيل أو متوازي الأضلاع. المستطيل زوايا قوائم، دي ليست قوائم، يبقى لازم يكون مين؟ متوازي أضلاع. هنا هل هذا يطابق يوازي هذا؟ لا. هل هذا يوازي هذا؟ لا. ولا ضلع يوازي الثاني، يبقى على طول الاصل اسمه ايه؟ شكل ايه؟ شكل رباعي. هذا فيه ضلعين فقط متوازيين، لكن ده غير متوازيين ويلتقوا، يبقى مين على طول مباشرة؟ شبه ايه؟ شبه منحرف. اظن سهل وبسيط. تعال نشوف مسألة حق فيمك. صنف الشكل الف والشكل باء. هنا الاضلاع الايه؟ المتقابلة متطابقة، يبقى مستطيل او ايه؟ أو أيوة متوازي أضلاع. طب المستطيل الزوايا قوائم، هنا ليست قائمة، يبقى هنا إذا متوازي إيه؟ أضلاع. هنا نفس الكلام، متوازي إيه؟ أضلاع. يبقى أقول هنا ليه شكلين ألف وباء متوازية إيه؟ أضلاع. طيب تعال شوف مثال، اختار الإجابة الصح، أو بقول لي هنا ما قيمة السين في متوازي أضلاع؟ بقول لي أوجد قيمة الإيه؟ السين في متوازي أضلاع. أعطي لي هنا متوازي أضلاع، توازي ايه؟ اضلاع. طيب لو احنا اتبع، لو ما انتش فاكر خصائص متوازي اضلاع، هتقعد بقى تجمع الثلاث زوايا تطرحهم من كام؟ 360 درجه. لكن لو انت متذكر خصائص متوازي اضلاع، اللي هي الزوايا المتقابله متطابقه لها نفس القياس، يعني السين تقابل مين؟ 70، يبقى لازم يكون السين بكام؟ ايوه 70 درجه. طبعا لا جمعت ولا طرحت ولا شيء، استعملت خصائص متوازي الايه؟ متوازي الاضلاع. شفت حكم فيمك؟
أو قياس، ده كلمة قياس، اختصار لكلمة قياس، قياس زاوية ميم وقياس زاوية لام، ده قياس وده قياس. طيب ده إيه اسمه إيه هنا؟ الشكل المعاير، يستعمل خصائص الإيه؟ المعايير، الزوايا المتقابلة متطابقة. يبقى قياس زاوية ميم تقابل مين؟ أيوة 132، يبقى تساوي 132 درجة. طيب قياس زاوية لام تقابل مين؟ 48، يبقى 48 إيه درجة. يبقى مهم جدا تكون حافظ إيه خصائص الأشكال الرباعية. تعال بقى أخي الدرس كده انتهى، نحل بعض مسائل تأكد. أوجد قيمة سين، عرفنا الطريقة. مين يقول؟ أيوة، نجمع الثلاث زوايا الأول ونطلع الناتج، وأقول سين تساوي 360 ناقص اللي طلع هنا، قول يساوي، واطرح الاثنين دول واطلع الايه؟ واطلع الناتج. ايوه نفس الفكره، اجمع الثلاث زوايا واقول س تساوي 360، شكل الرقم اتلخبط بين 180 و 360، 180 للمثلث و 360 للشكل الرباعي، انزل ب 228 واقول يساوي، واطرح واطلع الايه؟ الناتج. صنف الشكل ده، طبعا واضح ان شكله ايه؟ ايوه اتعرفنا عليه كتير، اللي هو ايه؟ مستطيل. هنا ترى معين ولا مربع؟ هي اطلع كلها متطابقة، يبقى معين او مربع، لكن هنا الزوايا قواعد، بس هو ملفوت شويه، يبقى دي اسمه ايه؟ على طول مربع. هنا اوجد قيمه س في متوازي اضلاع، متوازي اضلاع عرفنا الزوايا المتقابله ايه؟ متطابقه، يبقى لازم س تساوي كام؟ اهي احسنت 115 ايه درجه. كده يبقى احنا خلصنا مسائل تاكد. في نختم بس بهذا المخطط، ده متوازي الأضلاع، ده مستطيل، ده معين، ده مربع، وهنا شبه الإيه؟ المنحنى. شوف هنا، أي شكل تحت يأخذ خصائص اللي فوق، يعني المربع يأخذ خصائص المستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع. المستطيل لا يأخذ خصائص مين؟ متوازي الأضلاع. المعين يأخذ خصائص مين؟ متوازي الأضلاع. يبقى مين اللي فيه كل الخصائص؟ إنه إيه؟ المربع. ولذلك المربع يسمى ايه؟ يسمى مستطيل، ويسمى معين، ويسمى ايه؟ متوازي الاضلاع. يعني لو طلعت لفوق يبقى الجملة ايه؟ صحيحة دائما. لو قلت لك المربع مستطيل صحيحة دائما، المربع معين صحيحة دائما، المربع متوازي الاضلاع صحيحة ايه؟ دائما. لو كده عكسنا بقى، هل متوازي الاضلاع مستطيل؟ هل يعني هل متوازي الاضلاع فيه كل خصائص المستطيل؟ لا، يعني المستطيل فيه زوايا قواعد وما يشتركوا في بعض الخصائص، كل الخصائص دي موجودة هنا، لكن العكس لا. يعني هنا في ده يمتاز على اللي فوق ببعض الخصائص، أي شكل تحت يمتاز على اللي فوق بخاصية زيادة أو خصائص زيادة. يبقى المستطيل زوايا قواعد مش موجودة هنا، المعين أضلاعه متطابقة مش موجودة هنا، هنا أضلاعه متطابقة مش موجودة هنا، هنا زوايا قواعد مش موجودة هنا. طيب إمتى بقى اللي فوق يسمى اللي تحت؟ يعني امتى متوازي اضلاع يسمى مستطيل له زوايا قواعد؟ امتى متوازي اضلاع يسمى معين لو اضلاعه مطابقه؟ امتى متوازي اضلاع يسمى مربع لو اضلاعه مطابقه وزوايا ايه؟ قواعد. يبقى لو انا قلت كده لتحت يبقى اقول صحيحه احيانا، صحيحه ايه؟ احيانا، يعني متوازي اضلاع مستطيل احيانا. امتى الحاله اللي يكون فيها متوازي اضلاع مستطيل؟ اذا كان زوايا ايه؟ قواعد. متوازي أضلاع معين أحيانا، صحيحة أحيانا. إمتى؟ لما يكون أضلاع مطابقة. يكون مربع متوازي أضلاع إمتى؟ لما يكون إيه زوايا قوائم وأضلاعه إيه مطابقة، يبقى أحيانا. المستطيل يكون مربع متى؟ إمتى؟ لما يكون أضلاعه مطابقة، غير كده لا، يبقى أقول صحيحة أحيانا. المعين يكون مربع أحيانا، متى؟ لما يكون إيه زواياه إيه قوائم. لكن هنا الشكل الشبه منحرف خارج اللعبة خالص، ملوش علاقة بالأربع أشكال دي، ده الواحد مش مشترك معاهم في أي شيء خالص. وبكده يكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، نلتقي في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.